رجعنا نتواصل من جديد اكيد مع كل مشاهدينا في كل مكان في ساعتنا الثانيه من صباح الشروق، والساعه الثانيه دائما حاضره باهم الاخبار على موقع الشروق نت وداخل الاستوديو لتحليل اهم الاخبار الوارده صباحا على موقع الشروق نت. داخل الاستوديو معنا الاستاذ امام محمد امام، كاتب صحفي ومحلل سياسي وايضا استاذ الاعلام بجامعه العلوم الطبيه والتكنولوجيا. اهلا ومرحبا بك، صباح الخير. مرحبا بكما وبمشاهديكما داخل السودان وخارجه، وجمعة طيبة مباركة لكما ولهما ولهم جميعا ولهم. تقول دائما انت انت ورسيلك رسيلك. لكن هذه برضه حاجة سريعة، المثنى ممكن يكون جمع وممكن يكون مفرد، مثل ما قال امرؤ القيس: قفا نبكي من ذكر حبيب ومنزلك. هذا قفا قال الشراح لأنها ممكن أن تكون لفرد، ممكن تكون لمثنى، ممكن تكون لجمع. قفا، نعم. الآن قفا لكل مشاهدينا الكرام لنبدأ هذه الأخبار التي وردت على موقعنا على الشبكة العنكبوتية. البداية من هذا العنوان: الاستخبارات السودانية توقيف 6 من عناصر بوكو حرام بالبلاد. أعلنت الاستخبارات العسكرية السودانية يوم الخميس عن القبض على 6 عناصر ينتمون إلى تنظيم بوكو حرام الإرهابي داخل الأراضي السودانية، وقالت إن العناصر الستة تسللوا إلى داخل الحدود السودانية ويحملون جنسية دولة تشاد. وأوضح تعميم صحفي للمتحدث باسم القوات المسلحة العميد ركن عامر محمد الحسن أن العناصر تم تسليمها للأجهزة الأمنية التشادية المختصة، وذلك استنادا على علاقات التعاون الأمني وفق بروتوكول التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة الموقع بين السودان وليبيا والنيجر وجمهورية تشاد. وأضاف الحسن أنه تم الاتفاق على استمرار تبادل المعلومات والتنسيق المتواصل لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. نتحدث عن توقيف عناصر عبر الحدود. نعم. يعني ولأي متى هذه الحدود قد تشكل خطر على السودان؟ مما يعني أن هنالك مهدد أمني كبير حرصت القوات أو المنظومات الأمنية على مراقبة هذا الأمر، خاصة وأن هنالك اتفاقية مشتركة مع عدد من دول الجوار الأفريقي فيما يتعلق بمثل هذه التداخلات وهذه الدخول غير الشرعي. أما فيما يتعلق بالست أشخاص الذين تم القبض عليهم أمس وهم من جماعة بوكو حرام، هذا مؤشر أمني خطير باعتبار أن السودان كثير من المؤشرات تشير إلى أنه إن لم يتشدد في مداخل حدوده، خاصة الحدود التماسية مع حدود التماس مع الجوار الأفريقي، سيشهد مثل هذا الدخول غير الشرعي، ومن ثم يهدد الأمن الوطني. لما كانت هنالك اتفاقية سارعت حكومة السودان لتسليم هؤلاء الست إلى دولة تشاد باعتبار أنهم يحملون هوية تشادية أو جنسيات تشادية، فكانت ضمن البروتوكول الموقع مع تشاد والكونغو وعدد من دول الجوار الأفريقي. نعم. خاصة بغرب السودان تمكنت هذه القوات القبض عليهم وتسليمهم للجهات المختصة في الجانب الآخر من الحدود. لكن الذي نريد أن ننوه إليه في هذه المسألة هو الحرص على تشديد الرغابة على الحدود، خاصة الحدود المتعلقة بالجوار الأفريقي الغربي، باعتبار أن بوكو حرام تنشط في تلك المنطقة ومنطقة ليبيا في هذه المناطق المتاخمة مع أقاليم دارفور، قد تشكل مهدد أمني إن لم تكن هنالك عين يعني ساهرة على هذه الحدود حتى لا يتسلل هؤلاء ثم يتمكنون من أعمالهم الإرهابية داخل السودان. حتى التفتيش المفروض يكون بأدق ما يمكن، لأنه ظهر أنهم يحملون الجنسية التشادية. نعم، هذه نقطة مهمة، وهي دائما وأبدا الغرب خاصة أمريكا تطالب السودان
بتطايق الحدود يعني يشدد القبضة على حدوده، لكن لا يعني يقدم ما يعرف بالمعينات في هذه الرغابة، المعينات مثل ما أشارت إليه لينا تلميحا هي أن يمدوهم بالآليات الإلكترونية الحديثة التي تستطيع أن تراقب مساحات شاسعة، لأن حدودنا مع دول الجوار الأفريقي حدود واسعة ودول متعددة، فيصعب على السودان بإمكاناته التي يعني نعرفها وباقتصاده الذي يشكل مضاغطات كبيرة على مواطنيه أن يتفرق في مثل هذه المسائل. لكن إذا أرادت هذه الدول وأيضا الدول الأوروبية فيما يتعلق بالتجار بالبشر والهجرات غير الشرعية أن تقدم هذه المعينات للولايات الحدودية، خاصة ولايات الحدود الأفريقي الغربي. فلذلك هذه إشارة مهمة ننبه إليها على أنه ليس بالحديث أو بالتحذير أن يحذر السودان من دخول بوكو حرام وغيرها من المنظومات الإرهابية دون أن تقدم أشياء ملموسة مثل التكنولوجيا المتقدمة التي يمتلكها الغرب. لو استطعنا أن نستعين بها بعض الله في مثل هذه المراقبات تساعد كثيرا في التقليل من دخول هؤلاء الإرهابيين إلى بلادنا.